ودابا مع خوتنا الفلاح نقدموا لكم موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاحة، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موعد الفلاح. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا ونواصلوا الحديث ديالنا على المرحلة ديال جني ديال التمور، بعد ما تكلمنا على المسألة ديال الطرق المعتمدة في جني التمور والحفاظ على الجودة. اليوم غادي نتكلموا على طريقة ما بعد الجني ديال التمور، نظرا للدور الكبير والمهم اللي كتلعبه في تجويد المحصول وكذلك تحافظ على الجودة ديالو. اخي الفلاح، اختي الفلاحة، اليوم بإمكانكم جميع تستافدوا من المبادرة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض باش تحميوا صحتكم وصحة أسرتكم. ولتسهيل هذه العملية، القرض الفلاحي المغرب كيقدم لكم عرض تسبيق الضمان الاجتماعي اللي كيضمن لكم أداء الانخراط إلا كان الحساب ديالكم ما فيش رصيد الكافي، وذلك لمدة 36 شهر من بعد قبول الملف ديالكم. ودابا وصل الوقت باش يكون عندكم حساب ثاني شخصي مضمون ومستقل على الحساب المهني، وتولي العلاقة اللي كتجمعنا علاقة مزدوجة من خلال جوج الحسابات. اولا حساب الارض اللي هو حسابكم المهني واللي خاص بجميع عمليات الفلاحه ديالكم والتمويلات والتسهيلات اللي كيقدم لكم القرض الفلاحي المغرب، وهذا الحساب هو اللي غادي يتم من خلاله دفع الانخراط ديالكم. ثانيا حساب الدار واللي هو بالمجان وخاص بجميع حاجياتكم الشخصيه واللي فيه غادي تسلموا التعويضات اللي كيرجع عليكم الضمان الاجتماعي كامله كيف ما كانت وضعيه الحسابات ديالكم على البنك. وباش تزيدوا تهناو، القرض الفلاحي للمغرب كأكد لكم بأن حساب الأرض ما عنده حتى علاقة بحساب الدار، والعملية ديالهم منفصلة على بعضها ومستقلة تماما. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم. خوتي خواتاتي الفلاح، من اجل اننا نحافظوا على التمر ديالنا بعد الجني ديالو، كاين بزاف ديال الطرق اللي مهمين واللي متبعه في هذا الاطار، منها اننا نخزنوا بها التمر على طول شهور ديال السنه. نبداو بالطريقه الاولى واللي هي الحفظ بالتبريد. من خلالها كنحافظوا على التمر بعد ما نضفوه في صناديق خاصين، من بعد نوضعوه في الثلاجات ومستودعات التبريد، ثم كنعلبوا ونخزنوا التمر او ما يعرف عند الفلاحه بكنز التمور. كنصحوا انكم تتبعوا اربع مراحل اساسيه في الحفظ ديال التمار بطريقه صحيحه وجيده. تنعزلوا وتنصنفوا التمر على حساب الانواع والشكل والمذاق، وبعض المرات على حساب المستوى ديال النضج ومعدل الرطوبه اللي ما خاصهاش تتجاوز في الغالب الاحيان 30%. العمليه ديال التنظيف ديال التمر في هذه المرحله كيتم التنظيف ديال التمر من الخشلاع والتراب والغبره وكاع المسائل اللي كتلصق فيه في المرحله ديال الجني. كاينه المرحله ديال الغسل، وهنا كيتم وضع التمر في وعاء ولا مكان نغسلوه فيه، من بعد كيتصفى التمر من الماء، ومن بعد كينتشر في الشمس باش ينشف من الماء ويبقى لمده ساعة حتى نتأكدوا من أنه جف. مرحلة التعبئة والكنز، هذه العملية كيتم فيها وضع التمر في صناديق خاصة وأحجام مختلفة، وملي نعمروا الصناديق كندكوها بشوية باليد ديالنا باش يخرج البرد اللي فيها لداخل وتعلق وتوضع في بيت عادي في الجو دياله. خوتي خواتاتي الفلاحة، حلقتنا اليوم من برنامج موعد الفلاح سالات، خليتكم على خير. خوتنا الفلاحة، كنتم مع موعد الفلاح. موعد الفلاح كيهديه لكم القرض الفلاحي للمغرب. القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم.